الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، ويحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع. معبر رفح البري يشهد استمرار وصول جرحى العدوان للعلاج بالمستشفيات المصرية ودخول قوافل مساعدات إنسانية دعما للأشقاء. وفي أحدث غاراتها عشرات الضحايا في قصف لمحيط مدرسة تابعة للأونروا، وتحذيرات من استشهاد أعداد كبيرة بالمستشفيات جراء نفاد الوقود. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، حيث تناول الجانبان مستجدة التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة. أشار الرئيس السيسي إلى الأوضاع الإنسانية الشديدة الخطورة، فضلا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة، والذي يتطلب موقفا دوليا حازما يهدف لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تقوم بها مصر على المسار الإنساني لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، فضلا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، ذلك إلى جانب الجهود المصرية لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين. من جهته وجه رئيس الوزراء الهولندي الشكر للرئيس السيسي على الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وأيضا تنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية أن يتولى مجلس الأمن مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه إنهاء الوضع المأساوي في غزة وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وشدد شكري على ضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد امتثالا لأحكام القانون الدولي والإنساني. كما تناولت المباحثات موقف الرعايا الروس في قطاع غزة والعمل من أجل تأمين خروج آمن لهم عبر معبر رفح البرية. وخلال اتصال مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكد شكري أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كافة القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، مشددا على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفاظا لأرواح الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين. وفي اتصال آخر أكد شكري لنظيرته النيوزلندية نانيا ماهوتا، أكد ضرورة تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول في ومن قطاع غزة، وجدد رفضه للانتهاكات وسياسات العقاب الجماعية التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل باستخدام 12 صاروخ، ذلك ردا على المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة. نتابع مع حضراتكم الآن هذه المشاهد من منطقة كريات شمونة وأثار قصف الفصائل عليها. Yes.
תגיד להם שהם שומעים אותך בכלל? דבר איתם שיבואו אלינו. إذن مشاهدينا، كما نتابع هذه اللقطات التي تصلنا من أثار القصف الذي أعلنت الفصائل الفلسطينية عن توجيه عدد 12 صاروخ على هذه المستوطنة الإسرائيلية. هذه المستوطنة تقع في المنطقة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. تم تأسيس هذه المستوطنة سنة 1948 تقريبا على الحدود أو المنحدرة من الجهة الغربية من سهل الحولة بالقرب من الحدود اللبنانية. بالتحديد تأسست هذه المستوطنة سنة 1949. كما تابعنا، الفصائل الفلسطينية أعلنت عن استهداف هذه المستوطنة الإسرائيلية التي تقع على مشارف الحدود مع لبنان ب12 صاروخا، وذلك ردا على الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. واصلت مصر استقبال عدد من جرحى العدوان الإسرائيلي من قطاع غزة عبر معبر رفح البري لعلاجهم بالمستشفيات المصرية. وتجري الجهات المعنية كافة جهودا مكثفة لتسهيل وصول المساعدات واستقبال وإجلاء الأجانب من غزة، وذلك عبر معبر رفح الذي يبلغ عددهم حوالي 7000 أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة. استعرضت الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي خطة مصر لتقديم الدعم الصحي للحالات المستقبلة من قطاع غزة بهدف تقديم العلاج اللازم لهم. وأكد وزير الصحة وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر، موضحا أنه تم الإبلاغ من الجانب الفلسطيني عن قائمة ب81 مصابا ومرافقيهم، وتم وصول 46 فقط من المصابين في انتظار باقي المصابين. كما أشار إلى أنه تم استقبال 331 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 69 طفلا تم تقديم الرعاية الصحية لهم من خلال أطباء الحجر الصحي وتطعيم الأطفال. قضيتنا واحدة، فهي القضية الأم، مصر وفي القلب فلسطين. لكنها ليست مجرد شعارات، حيث تجد التحاما وجدانيا إنسانيا مطبقا على أرض الواقع، تراه وتسمعه بألسنة الشعب المصري وأيادي أطبائه. دايما أخوي الصغير عمره 13 سنة، حالته كسر في إيده وكسر في رجله وعمليات في بطنه، اتصاب بأسر قصف عدواني على البيت، وهي في المستشفى هنا في مصر. فقد دخلت الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين
ليتلقوا العلاج في مستشفيات محافظة شمال سيناء، وهم 3: بئر العبد والشيخ زويد الميداني والعريش العام، ليستقبلوا الأشقاء في فلسطين. أهل سيناء كلهم بيتعاملوا مع المصابين كأنهم أخواتنا. أهل سيناء على يعني استعداد تام يقدموا كل حاجة لأهلنا في غزة، يعني وبنتمنى أن كل المساعدات تدخل غزة. وصل عدد الأشقاء الذين دخلوا عبر معبر رفح المصري إلى 49 مصابا حسب محافظة شمال سيناء، وجاري العمل على إسعافهم وعلاجهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع إدخال الشاحنات المحملة بالأغذية والمستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة. مجهودات مصرية دبلوماسية وشعبية تكللت بنجاح دخول المصابين من الأشقاء في فلسطين إلى المستشفيات في محافظة شمال سيناء، والذي يعد خطوة أولى كانفراجة أمنية صحية وإنسانية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وصل عدد من شاحنات المساعدات إلى معبر رفح الحدودي تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري أنها تمكنت حتى الآن من إدخال 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة. يأتي ذلك في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لمصر والدول العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. رحب الاتحاد الأوروبي بإجلاء عدد من مواطنيه وغيرهم من الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجرحى عبر معبر رفح الحدودي ما بين قطاع غزة ومصر. جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الإنسانية إلى غزة 3 مرات لتصل إلى 78 مليون يورو، بهدف تمكين شركائه من مواصلة عملهم الإنساني داخل القطاع المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر عن شكر الاتحاد الأوروبي لمصر لتسهيل عبور عدد من الجرحى من غزة ونقلهم لتلقي العلاج في عدد من المستشفيات المصرية. وأعرب بيرجر عن شكره لمصر لتسهيل عبور عدد من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر ميناء رفح البري، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستمر على مدار الأيام المقبلة. وينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. يعني بعد التحية كريم، تعازينا إليك وكل من فقد ذويه في قطاع غزة، ولأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لما أصابهم من مصاب أليم. إليك وانقل لنا الصورة لديك وكل المستجدات. نعم، تحياتي إليكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. لا أراكم الله مكروه في حبيب. نعم، من العريش نتابع هنا هذه المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الأشقاء في قطاع غزة. نحن هنا تابعنا منذ صباح اليوم في البداية في معبر رفح، حيث دخل صباح اليوم 70 شاحنة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ثم بعد ذلك بالتزامن مع دخول هذه المساعدات دخلت أيضا ما يقرب من 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين والجرحى من الأشقاء هنا في قطاع غزة. بالأمس وصل 49 مصاب من المصابين دخلوا إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء، مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد والمستشفى الميداني في الشيخ زويد. واليوم أيضا بعد أن دخلت 30 سيارة إلى الجانب الآخر، عاد منهم حتى الآن 6 سيارات محملة بالإصابات والجرحى الذين يحتاجون إلى عمليات دقيقة ليتم تحويلهم إلى مستشفى العريش العام أو مستشفى بئر العبد. أما المستشفى الميداني في الشيخ زويد فهي تستقبل فقط
الإصابات التي ممكن التعامل معها سريعا لأنها مستشفى متحرك. هذه نقطة. أما النقطة الأخرى وهي خروج مزدوجي الجنسية، فخرج بالأمس 117 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة دخلوا عبر معبر رفح المصري، وكان في استقبالهم ممثلي السفارات من البلاد المختلفة من اليابان والتشيك وأستراليا والأردن وغيرها من الممثلين الذين تواجدوا. أما اليوم أيضا فهناك عدد كبير من السيارات والأوتوبيسات متوقفة أمام معبر رفح المصري في انتظار خروج مزيد من مزدوجي الجنسية، حيث أنه تم الإعلام من قبل أن مزدوجي الجنسية في قطاع غزة من الدول الأجنبية ما يقرب من 7000 مواطن فلسطيني هو مزدوج الجنسية سيخرجون، ولكن الأولوية تكون للمنظمات الأممية والعاملين بالمنظمات الأممية. وفي نفس ذلك الوقت، في نفس الوقت الآن بينما نحن نتحدث، المساعدات هنا في مدينة العريش وفي الأماكن التي تم تخزينها يتم وضعها في الشاحنات مرة أخرى لتذهب إلى معبر رفح المصري. حسب الهلال الأحمر الفلسطيني فتسلموا حتى الأمس 272 شاحنة، ولكن بعد دخول هذه الشاحنات أمام أعيننا وخروجها مرة أخرى ربما تصل الآن الشاحنات لما يقرب من 300 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة. تحدثنا أيضا مع الأطباء داخل مستشفى العريش العام، وتحدثنا مع رفقاء المصابين الذين دخلوا إلى مصر هنا عبر معبر رفح المصري، وتحدثنا عن كيف واجهوا هذه المشاق التي واجهوها في العدوان من قوات الاحتلال على قطاع غزة. بالطبع تحدثوا عن أن الأمور هناك كارثية وتصل بالتقريب إلى إبادة جماعية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا وجهوا الشكر للشعب المصري ولجمهورية مصر العربية والقيادة السياسية أيضا والشعب المصري لوقوفهم دائما بجانب القضية الفلسطينية، وتحدثوا عن مدى ترحيبهم أو مدى ترحيب الشعب المصري بوجود الأشقاء الفلسطينيين هنا في العريش. ليس هذا فحسب، ولكن أيضا كان هناك حديث مع أحد الأطباء الذي جاء خصيصا من المحافظات الأخرى من القاهرة، جاءوا لمحافظة شمال سيناء ليدعموا القطاع الصحي المصري فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين عن طريق تقديم الواجب الطبي ومساعدة الأشقاء. تحدثنا أيضا مع بعض رفقاء المصابين وتحدثوا عن أن الحالات الحرجة ربما هي حالات تحتاج عمليات دقيقة في المعدة، عمليات دقيقة في الرأس، عمليات أيضا لليد وعمليات للقدم. هناك عمليات كثيرة دقيقة يحتاجها الأشقاء في فلسطين، وهذه نظرة عامة. ولكن في نفس الوقت ننتظر دخول مزيد من سيارات الإسعاف التي وقفت أمام معبر رفح، ما يقرب من 20 سيارة إسعاف تقف الآن لتدخل إلى معبر رفح المصري. شكرا لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري على هذا الشرح الوافي، كنت معنا من مدينة العريش. رحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور واينسلاند، رحب بفتح معبر رفح أمام عشرة المرضى والجرحى الفلسطينيين، كذلك مئات الأجانب وموظفي الأمم المتحدة من غزة. ووصف ويسلاند تلك الخطوة بالمهمة وفي الاتجاه الصحيح، معربا عن تقديره لجهود مصر وتعاونها مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية. تقدمت سفارة ألمانيا بالقاهرة بالشكر لمصر لمساهمتها في مغادرة المصابين بجروح خطيرة وحامل الجنسية الأجنبية من غزة إلى مصر. يأتي ذلك فيما أكدت سفارة اعتزام برلين مواصلة العمل على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان قطاع غزة وبشكل عاجل. لذلك عقدت وزارة الخارجية جلسة لإحاطة السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة بمساعي مصر لإجلاء الرعاية الأجانب من غزة عبر معبر رفح. وخلال الجلسة تم استعراض الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في مصر والرامية إلى تسهيل استقبال أجانب أو إجلاء الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 أجنبي يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة. تؤكد القيادة السياسية دوما ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية وعلى الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. موقف يعكس حقيقة ارتباط مصر تاريخيا وجغرافيا مع فلسطين.
ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية. الموقف المصري منذ بداية العدوان الإسرائيلي عاكس رغبة ملحة في بناء حالة من التوافق الدولي والرأي العام العالمي حول عدد من الثوابت التي يمكن من خلالها الانطلاق نحو التهدئة ووصول المساعدات الإنسانية، ومنها إلى وقف إطلاق النار وحتى مرحلة التفاوض النهائي وصولا إلى حل الدولتين باعتباره أساس الشرعية الدولية. وفي ظل الدعم المصري المتواصل للأشقاء الفلسطينيين من خلال إدخال المساعدات واستقبال المصابين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته واتصالاته مع المسؤولين الدوليين، أكد بشكل واضح موقف مصر الداعي لضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، ورؤيتها الثابتة الرافضة لسياسات العقاب الجماعي والتهجير. وفي ظل بعض الدعوات التي نادت بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أكدت القيادة السياسية أن مصر لم ولن تسمح بتهجيرهم من قطاع غزة إلى أراضيها، فيما لاقى الموقف المصري ترحيبا كبيرا من جانب العديد من الدول التي أعربت عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة السياسية في هذه الأزمة، وتوافقا كبيرا في الرؤى مع زعماء العالم على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام بكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لمعاناة هائلة. في مجابهة الأزمات في محيطها الإقليمي، باتت تحمل الدولة المصرية أدوات متنوعة لحل الأزمات التي تواجه كل دولة على حدة، وهو ما ظهر جليا من خلال تعامل القيادة السياسية مع الأوضاع الحالية في قطاع غزة. إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا. لن نرحل وسنبقى في أرضنا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما استشهد 27 فلسطينيا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم جباليا بقطاع غزة. في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى 9159 شخصا وأكثر من 24 ألف مصاب، مشيرة إلى أنها تلقت 2060 بلاغا من مفقودين تحت أنقاض الدمار بغزة، منهم 1150 طفلا. مجازر على مدار الساعة طالت البشر والحجر هنا في غزة، فحولت السكان إلى شهداء وجرحى، أما البنايات والمنشآت فباتت ركاما وأثرا بعد عين. هنا غزة، تلك الأرض الواقعة تحت قوة الاحتلال، لا يعيش شعبها حياة كباقي البشر، ولعل العدوان الإسرائيلي على القطاع خير شاهد على ذلك. المعمداني والنصيرات وجبليا والفلوجة، مجازر يصعب إحصاؤها لكثرتها، فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر بحق العائلات الفلسطينية، استشهد خلالها الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء. الوضع في غزة مبان كاملة تساوت بالأرض، بها عائلات محيت نهائيا، وأشخاص فجأة يصبحون وحدهم في الحياة، بل أيضاً يصدمون بمفارقة أقاربهم. هذه السيدة تتفاجأ بأن ابنتها أصبحت شهيدة.
وهذا الفلسطيني يتعرف على أخيه من ملابسه بعد خروجه من تحت الأنقاض. وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، فحرم المصابون من العلاج والمرضى من الدواء والأطفال من أماكن فرحهم، ويعيش سكان القطاع المحاصر على وقع نقص شديد في مواد التغذية والإعاشة وغياب الملاجئ وانقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب وفقدان المأوى. ونستكمل معكم أخبار السادسة، حيث أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الجرحى في قطاع غزة لديهم إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. مع نهاية اليوم 26 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقت الطواقم الطبية الفلسطينية أكثر من 10,000 شهيد ومفقود تحت الأنقاض، وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن أكثر من 20,000 جريح ما زالوا في قطاع غزة بعد إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع إلى مصر عن طريق معبر رفح البري. المنظمة الإنسانية أوضحت أن الجرحى في قطاع غزة لديهم إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي. واستمراراً للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في قطاع غزة، سقط عشرات الشهداء والجرحى إثر عدة غارات إسرائيلية على مربع سكني بمنطقة الفلوجة في مخيم جبلية بقطاع غزة، فيما اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي لمخيم جبلية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يرقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المناطق المكتظة بالسكان في القطاع غير متناسبة. ميدانياً، تتواصل المعارك البرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي استهدفت آليتين إسرائيليتين وسط القطاع بقذائف مضادة للدروع. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط في العمليات البرية شمال القطاع. وعلى الصعيد السياسي، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تجمع لمناصريه في مينيسوتا إلى اعتقاده بأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه روسيا عدم أحقية إسرائيل في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال، داعية إلى وقف الأعمال القتالية ومنع توسع نطاق الأزمة إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قال إن الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يعرض حياة مئات المرضى للخطر، مشيرا إلى أنه صدرت أوامر بإخلاء 23 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع. على صعيد آخر، كشف مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاذ الوقود. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن توقف المولد الرئيسي في المستشفى سيضع مئات الجرحى في خطر كبير، كما أشار إلى أن هناك كارثة تواجه سكان شمال غزة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة، مما يجعل تلك المناطق أشبه بمقبرة جماعية. يأتي ذلك فيما أعلن صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاذ الوقود. في الأثناء، تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على تخوم قطاع غزة. وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن الفصائل استخدمت قذائف الهاون لصد الآليات الإسرائيلية في القطاع، نظرا لاستخدامهم الأنفاق المنتشرة في القطاع. ونسبت الوكالة لشهود عيان أن القوات الإسرائيلية لم تتمكن من إحراز أي تقدم بسبب المقاومة من جانب الفصائل الفلسطينية. وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت أنها قصفت كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل.
وأوضحت الكتائب أنها شنت هجوما باستخدام 12 صاروخا، وأظهرت الصور في كوريات شمونة وقوع إصابات مباشرة لصواريخ القسام وإحداث خسائر في المنطقة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وأكد جيش الاحتلال أن مقتل الجندي يرفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 19 وإصابة آخرين منذ بدء العملية البرية في السياق نفسه. قال الجيش الإسرائيلي أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم في غزة يصل إلى 242. لذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، أحدهما طفل في 14 من عمره، فيما استشهد رابع متأثر بإصابته بالرصاص الحي في وقت سابق. يأتي ذلك فيما أظهرت لقطات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة البيرة برام الله واعتقاله عددا من المواطنين الفلسطينيين. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت إلى نسبة 70% منذ أن أغلقت حقل تمار. وقدرت الوكالة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 201 مليون دولار شهريا. من جانبها أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنها تواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل بسبب العدوان على قطاع غزة. وللمزيد مشاهدينا من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور روح بك على شاشة القناة الأولى المصرية. تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على الصعيد الاقتصادي في المنطقة وفي العالم، هل نحن أمام يعني ما يعرف بالكساد التضخمي؟ صحيح. أولا مساء الخير وأهلا بحضرتك. طبعا الحرب الدائره الان ما بين الكيان الاسرائيلي وما بين غزه وبين فلسطين، لا شك ان هناك خسائر متنوعه ومتعدده، سواء كانت على الجانب الاسرائيلي تحققت خسائر بشكل كبير، نحن نتحدث عن بورصه انخفضت باكثر من 20%، مؤشرات البورصه لديهم، ايضا الشيكل العمله الرسميه لاسرائيل هوت بنسبه اكثر من 12%، ايضا عندنا خسائر في حجم الاستثمارات والسياحه تقدر باكثر من 13 مليار دولار خلال ال 15 يوم الاولى من الحرب او من طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر، وبالتالي هناك خسائر داخل الجانب الاسرائيلي، لكن على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي طبعا هناك خسائر يعني هتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي اللي هو كان اصلا لديه العديد من الخسائر بسبب ازمه فيروس كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه وايضا المتغيرات الخاصه بالمناخ. لكن على الصعيد الاقليمي والدولي احنا النهارده بنتحدث عن زيادات داخل برميل البترول بشكل كبير، هناك توقعات من البنك الدولي ان قد يصل سعر برميل البترول الى اكثر من 150 دولار، وده رقم كبير جدا يمكن لا تتحمله اقتصاديات معظم الدول، وايضا هناك كلفه التامين على البضائع وعلى الحاويات الموجوده او التي تمر في البحر المتوسط وفي قناه السويس سوف ترتفع، وبالفعل شركات التامين العالميه بدات ترفع كلفة التأمين على البضائع وعلى الحاويات بأكثر من 30%، وده طبعا هيؤثر سلبا على أسعار السلع والسلع والبضائع التي يتم يعني استيرادها من الخارج، بالإضافة إنه أيضا هناك تأثير على السياحة، المنطقة النهارده بقت منطقة ملتهبة، وبالتالي النهارده السياحة يعني هذا هذا يعني نقطة مهمة دكتور عبد الحميد عبد المنعم عفوا أثرتها فيما لا وصل بتأثير هذه الحرب
على أيضا على الاقتصاد المصري ودخول جهات طبعا. إقليمية في الحرب طبعا. في منطقة طبعا. البحر الأحمر تأثير طبعا. بالتأكيد له تأثير وتداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري. بكل تأكيد أنه هناك إذا زادت نطاق الحرب ودخلت فيه جهات أخرى وجهات متعددة هيكون له تأثير سلبي. النهاردة احنا فيه فعلا بالفعل تأثير على حركة السياحة اللي بتأتي لا سيما في سيناء، في طابة، في نويبع، في دهب، في شرم الشيخ بدأت تتأثر بشكل كبير. النهاردة أيضا عندنا تأثير على سعر البضائع، هناك زيادات في سعر برميل النفط يمكن تجاوزت أكثر من 3 دولار ومتوقع أنها تزيد أكثر من ذلك. كل ده مؤثر سلبا على الاقتصاد سواء كان المصري وأيضا على الاستثمارات. النهاردة بنتحدث أن المنطقة العربية أصبحت أو منطقة الشرق الأوسط يمكن المستثمر احنا دايما نقول رأس المال جبان، هو رأس المال حكيم صحيح. ليذهب حيث المكان الآمن صحيح. النهارده طالما أن لا يوجد لديه استقرار في المنطقة العربية أو المنطقة موجودة في والحرب الدائرة حاليا ووجود حاملات الطائرات الأمريكية بشكل يعني موجود مخيف على إسرائيل وعلى فلسطين وعلى المنطقة، طبعا هناك تأثير. أكثر الدول تأثرا هي مصر والأردن ولبنان بشكل كبير، وأيضا على المنطقة وعلى الأسعار العالمية وعلى وده قد يؤدي إلى زيادة في معدلات الأسعار والتضخم مستقبلا لا قدر الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا. نشرة السادسة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها. مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية ويؤكد أنها نموذجا لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. من أرض فضاء مهملة وغير مستغلة بالقرية الكونية في مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى مجمع تعليمي متكامل. المشروع ده قريب إلى قلوبنا، ممكن ما يبقاش أكبر مشروع كبير بالنسبة للصندوق، ولكن هو نموذج قابل للتكرير للشراكة ما بين القطاع الخاص وما بين الصندوق مصر السيادي في إعادة استغلال وإعادة تخيل أصول مصر الكتير اللي احنا عندنا وفرة كبيرة قوي من الأراضي، عندنا وفرة كبيرة جدا من المساحات، عايزين نوظفها ونكرسها إلى أهم حاجة اللي هي الأجيال القادمة، وده دور أصيل للصندوق إن احنا إزاي بنعمل الاستثمارات للأجيال القادمة. يقدم مجمع المدارس أفضل الخدمات التعليمية بجودة تراعي المعايير العالمية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، حيث يعد رأس المال البشري هو ثروة مصر الحقيقية. طبعا احنا عارفين الاستثمار في التعليم هو من أهم الاستثمارات للدولة، لأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس التنمية المستدامة لمصر. احنا المدرستين اللي احنا بنقدمهم مدرستين بنموذج مبتكر، نموذج جديد، وهو نموذج البرايم ناشونال سكولز او المدارس المصريه المميزه، بيركز اكتر على المنهج المصري وبيطور فيه باحدث طرق التدريس العالميه. المشروع ده اتعمل لكذا حاجه، اول حاجه زي ما الدكتور مصطفى اشار في كلمته، قطعه ارض مهجوره ما حدش بيعمل فيها حاجه، طب عايزين نعمل فيها حاجه. فئه تعليميه ما حدش بيخدمها عايزين نخدمها. لما لقينا تزاوج ما بين حاجه كانت مطلوبه وحاجه تانية كانت مطلوبه، ونجحنا ان احنا نعمل مشروع استثماري مجزي وفي نفس الوقت بيخدم فئه مجتمعيه النهارده ما حدش بيخدمها، هو ده اللي احنا كنا بنحاول نعمله. المجمع التعليمي بالقريه الكونيه تم انشاؤه على مساحه تبلغ حوالي 45 فدانا، ويضم مدارس تستوعب نحو 8000 طالب، ويدرس المناهج المصريه بملامح ومواصفات دوليه، بالاضافه الى تقديم الخدمات التعليميه المتميزه. في القريه الكونيه في 6 اكتوبر لافتتاح عدد من المدارس اللي هي تضارع المدارس اللي يعني في الدول المتقدمة، بحيث انه شفنا يعني اطفالنا قاعدين في الفصول مع مدرسينهم ومدرساتهم في هذه الحالة، بنجد انهم يعني كل وسائل التعليمية متوفرة. كمان تصميم المدارس في حد ذاتها تعتبر حاجة مشرفة للغاية. الدولة تستهدف تطوير قطاع التعليم وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، وفي هذا الإطار تعمل كافة مؤسسات الدولة بتنسيق تام مع شركاء التنمية من القطاع الخاص، بما يعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وإلى جولة اقتصادية من نشرة السادسة. نعم، تنضم إلينا فيها مرنا إيهاب فليكمان. شكرا لكما رجائي وأميرة. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وسجل معدل النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا منذ عام 2021 حيث سجل 6% ووصل إلى 3.5% في عام 2022. وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية، لافتة إلى تراجع طفيف في معدل التضخم في مصر، ذلك بداية من سبتمبر من عام 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في شهر أغسطس من العام نفسه، مؤكدة أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يقدر بـ 4.2% في عام 2023-2024. كما وافق مجلس الوزراء على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح ليكون 1600 جنيه لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه. كما ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة تقدر ب 92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة. وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 2% ليصل إلى 85.1 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 3% ليصل إلى 80.9 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.94 دولارا للتر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.3% لتسجل 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة تحفيز اقتصادية تهدف إلى تخفيف من تداعيات التضخم في البلاد، وخلال اجتماع حكومي حضره مسؤولون من الحزب الحاكم، صرح كيشيدا أن هذه الحزمة من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر بقليل من 17 تريليون ين، ما يعادل 113.2 مليار دولار. وأوضح أن الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز قدرة الشركات على الكسب للشركات.
قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظ أركان إن البنك سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم، وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل. وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية. انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى رجائي وأميرة. شكرا لك ميرنا. بأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، ويحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع. معبر رفح البرية يشهد استمرار وصول جرحى العدوان للعلاج بالمستشفيات المصرية ودخول قوافل مساعدات إنسانية دعما للأشقاء. في أحدث غاراتها عشرة الضحايا في قصف لمحيط مدرسة تابعة للأونروا، وتحذيرات من استشهاد عدد كبير بالمستشفيات جراء نفاذ الوقود. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. في تمام التاسعة تلتقون، وجولة إخبارية مجددة. إلى الملتقى.